السلام عليكم. كيف الإخوان؟ بالبداية رحب بكم وبقنواتكم وسائلكم اللي دائما تبحث عن الحقيقة. اليوم لقانا بوسائل الإعلام لكي نبعث رسالة إلى الشعب العراقي عن ما حصل في اجتماع مجلس الوزراء، الاجتماع الماراثوني على مدى أكثر من أسبوع، لكي نصل إلى موازنة تحمي كرامة الشعب العراقي. قبل الحديث عن الموازنة، أحب أن أتطرق إلى حادث مجرم، هي الصواريخ التي سقطت يوم أمس على المدنيين. هذه الجريمة التي نددت بها كل زعماء البلد، الكتل السياسية، الحكومة، هذا عمل جبان إرهابي لا يليق بالعراقيين ولا يشبه العراقيين. الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابت عراقيين، وإذا كان البعض يعتقد أنه استهداف لبعثات دبلوماسية، هذا هم عمل مرفوض. من غير ممكن أن نقبل أن يحصل أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق. هذه البعثات موجودة ضمن قانون دولي، ولن نسمح بالمساس بها. هذه العمليات هي طعن باسم العراق وسمعة العراق. العراق يمر بظروف خاصة اقتصادية، والحكومة تعمل على مدار الساعة لحل المشاكل الاقتصادية، وتعمل على إيجاد فرص لدعم الاقتصاد العراقي عن طريق أصدقاء العراق ودول الجوار. هدف الصواريخ هو صناعة فوضى، هذه الفوضى مرفوضة. الحكومة مسؤولة عن الأمن، الحكومة مسؤولة عن اتفاقيات، ولن نقبل لأي طرف أن يقوم بهذه العمليات. يوم أمس قمنا بحملة كبيرة، احتقنا مجموعة من المشتبه بهم، وكذلك تم الزج بالسجن بالمسؤولين عن القواطع كي لا يتكرر، وسوف نحاسب كل مسؤول في أي قاطع تنطلق منها الصواريخ. أقول بكل صراحة، أمن العراقيين مسؤولية الحكومة، وأمن البعثات الدبلوماسية مسؤوليتنا، ولن نقبل مرة ثانية أن يكون هناك أي اعتداء. نحن نعمل ليل ونهار كما ذكرت للعمل على استقرار الوضع الاجتماعي الاقتصادي. كما تعرفون، منذ فترة هناك نوع من اللغط في الشارع العراقي، وحقيقته ليس لغط شعبي، وإنما لغط من نخبة، من مجموعة تحاول تفشل أي خطوة تقوم بها الحكومة، على أساس أن الحكومة ما عندها كتلة سياسية، حكومة مستقلة أتت بها ظروف اجتماعية معروفة، أتت بها ما فرضته من قيم تشرين. المجيب حكومة تكون خيمة لكل عراقيين، الطبقة السياسية والشعب العراقي، وتعمل على التأسيس والوصول إلى الانتخابات. هناك من يخاف من الانتخابات أن تنكشف عورة هذه الجماعات، فبدأوا يصنعون نوع من الفوضى تحت عنوان الموازنة. هذه الموازنة التي عبر عنها البعض موازنة تقشفية، لا، هي ليست تقشفية، إنما موازنة إصلاحية. والبعض أشاع إشاعات على أساس أن هذه الموازنة تستهدف طبقة الموظفين والطبقة الوسطى. أقول له لا، كذبتم، هذه الموازنة لم تستهدف أي طبقة، وإنما عملت على حماية كرامة الموظف والطبقة الفقيرة. هذه الموازنة لن تمس رواتب أي موظف من الطبقات الدنيا الذي يشكلون أغلب موظفي العراق. أطمنهم، أطمئنوا، لا تصدقوا هذه الأكاذيب، لا تصدقوها. حقيقة أقول هذه الموازنة معاملية إصلاح لنظام سياسي أنتجت الظروف الصعبة بالسنين الماضية، أنتج وضع صعب، سوء إدارة وفساد،
أنتج وضع اقتصادي صعب بسبب ظروف كورونا وانهيار أسعار النفط، فحطينا موازنة تحمي شريحة الفقراء وتبحث عن فرص عمل للفقراء. الطرف المستهدف في هذه الموازنة هي الطبقات العليا في الدولة، الرؤسات الثلاث وطبقة الوزراء، تنفرض ضريبة عليهم نسبة 40%. أما طبقة المحرومين الرواتبهم 500,000 ونزولاً لم تمس درهم واحد، وكذلك اللي راتب 1,000,000 لم يمس إلا بشيء رمزي. أطمنكم السادة الوزراء سوف يشرحون لكم بعض التفاصيل. أقول بكل صراحة هناك من يحاول أن يحبط المواطن تحت عنوان أن هذه الحكومة مقصرة، مقصرة لأنها تحارب الفساد، مقصرة تعمل ليل نهار لحماية كرامة المواطن العراقي. أقول بكل صراحة سوف نعمل بكل جد لحماية الشعب العراقي، وذكرت قبل يومين أنا أريد أكون صادق مع الناس، ما تنطي وعود كاذبة تحت عنوان انتخابات، وقلت أنا ليس مرشح في الانتخابات، وإنما أنا جئت خادم لهذا الشعب الكريم، الشعب العراقي العظيم البطل. فأحب أطمنكم أنه لا يوجد هناك أي محاولة لمساس بكرامة الطبقة الفقيرة أو الطبقة الوسطى، بالعكس حمايتهم. الموازنة وفرت الحماية للطبقة الفقيرة كما ذكرت، وكذلك فرض ضرائب على الموظفين الكبار. سوف نعمل ليل نهار على حماية الشعب العراقي وتوفير الأمن، وسوف نحارب كل القوى التي تحاول تتلاعب اليوم بالسعر بالسوق تحت عنوان سعر الصرف. سعر الصرف البارحة واليوم حجم الودائع بالبنوك العراقية بالدينار وبالدولار صعدت، شدوا الدول على قبول واضح بالتسعيرة الجديدة، وهذا إنجاز كبير، ولكن ما أشوف السوشيال ميديا وبالإعلام عكس ما هو الواقع. هناك مافيات فساد تضررت من قرارات حكومة تحاول أن تشوه الصورة. أطمئنوا سوف نعمل بكل جد لتصحيح كل أسباب وظروف أخطاء التأسيس في الماضي. ما حدث بسعر الصرف كما ذكرت قبل قليل هو على مستوى الاستهداف السياسي حكومة هو ضجة إعلامية كبيرة، ولكن الحمد لله والشكر الشمس طلعت على الحرامية كشفتهم، ويومين الأسعار والسوق مستقر. نعم هناك من يحاول يستغل هذه التغييرات بالأسعار لرفع الأسعار، سيد وزير الداخلية موجود ورئيس جهاز الأمن الوطني موجود، ومن اليوم بدأوا بحملة تفتيش على المتلاعبين بالأسعار، وسوف نحاسب كل المتلاعبين ونحيلهم للجنة الفساد. هذا لعب بالأمن القومي العراقي، سوف نحاسب كل الذين عملوا على خلق هذه الفوضى. صار سنوات والكلام عن مزاد العملة والفساد، إما جينا نصحح بدأت الانتقادات. رسالتي لكل الأخوان أنه أعطوا فرصة لهذه الحكومة أن تؤسس لوضع اقتصادي جديد، والتأسيس إلى انتخابات نزيهة مبكرة، انتخابات باقية لها إن شاء الله 6 أشهر. وأتمنى من الأخوان في البرلمان العراقي الكتل السياسية تعمل بكل جد على تمرير هذه الموازنة، راح يشوفوها راح يتفاجئون بها. أقول لكم بكل صراحة المفاجأة وين، كل الأكاذيب راح يشوفوها. الحمد لله والشكر طمنهم، العراق لا يتحمل الأكاذيب، العراق يتحمل الصدق والعمل الجاد. كنا في سفرة إلى تركيا وكان سفرة ناجحة، وحصلنا على تمويل ومنحة تركية أقرتها في مؤتمر الكويت. الآن الأتراك مستعدين لدعم هذه الحكومة 5 مليار دولار. التهوا الآخرين، الرئيس التركي عدل القميص مع رئيس وزراء. نعم الرئيس التركي صديقي، صديق شخصي، شاف صديق قديم وعدل له القميص. شو المشكلة؟ هاي المشكلة بالعراق القميص دول 5 مليار. الاحتفال الكبير كان يليق بالعراق ليس يليق بيه، كن عن ثقة. الاحتفال اللي قام به رئيس تركي هو للعراق ليس المصطفى الكاظمي.
مع كل هذا يجب أن نتفائل متفائلين جدا. أنا متفائل بهذه الموازنة. أشكر السيد وزير المالية، أشكر كل السادة الوزراء الذين حقيقة عملوا بجهد طيب للخروج بهذه الموازنة. اجتماعاتنا كانت تطول 12 ساعة و 13 ساعة يوميا، والحمد لله والشكر الآن نعمل على حل المشكلة مع الإقليم قريبا إن شاء الله. بالنتيجة مواطنين الإقليم هم مواطنين عراقيين، وسوف نصل اتفاق. أشكر مجيئكم منطق المجال للسادة الوزراء لكي يعرضوا بعض تصوراتهم على الموازنة. أحب أطمنكم، هاي الرواتب، يشوف الرواتب، خلي الجيلي الطبقة المحرومة ما أسيها بدولار واحد أو دينار واحد، هذا كاذيب كافي إخوان. خلينا نبني العراق، العراق يستحق منا الكثير، يستحق منا العناء، والعراقيين طيبين، لا تضيعون الناس بالأكاذيب وصنع افتراءات على الكتل السياسية أن تدعم الحكومة بالوصول إلى برلمان الانتخابات. الكمامة مهمة جدا إخوان. اليوم عندنا سمعتوا في المرحلة الرابعة من فيروس كورونا، ضرب بريطانيا وضرب هولندا والدنمارك ودول كثيرة بدأت أتغرق كامل. أتمنى يكون هناك التزام. حماية المواطنين مهمة جدا. اللقاح، سيد وزير الصحة وقع اتفاقية مع الشركات اللي سوف تمنح اللقاح في القريب العاجل العراقيين. شكرا جزيلا سيد وزير المالية. شكرا. السلام عليكم. الموازنة مال 2021 إصلاحية بامتياز. طبعا هي بداية الإصلاح، مو الإصلاح ككل، وخطوة مهمة وجريئة جدا من هذه الحكومة أن بدأت في هذا المسار بعد سنين من التأخير والمماطلة. الإصلاح ضروري. الاقتصاد اللي ورثناه اقتصاد مشوه، كان يتطلب إصلاحات أساسية وجذرية. في هذه الموازنة بدينا احنا في هذه العملية، ومثل ما تفضل دولة الرئيس سويناها بطريقة بحيث تخدم الهدف الأول، هو أن نخدم الشعب العراقي ونحافظ على هذا الاقتصاد. ولما نتغير سعر العملة بصراحة سمعت أنا أنواع أشكال الادعاءات والأخبار بأن رح يصير انهيار وإلى آخره. ما حدث هو ما كنا متوقعين، وهو العكس. الآن عملنا تغيير بسعر الصرف لحماية الاقتصاد. الاقتصاد كان ماشي نحو غرق السوق بالبضائع المستوردة. وضع المنتج العراقي والمزارع العراقي والعامل العراقي في وضع سيء جدا مقابل التنافس الدولي والإقليمي، وفسحنا هذا المجال، وهو إصلاح ضروري كان مفروض يصير من فترة قديمة، من زمان طويلة من الزمان. فأخذنا هذا الإجراء، وهو إجراء مهم، غرضه وهدفه هو حماية هذا الاقتصاد. بعدين أخذنا إجراءات أخرى مهمة جدا من ناحية الترشيد الإنفاق، توزيع الإنفاق، لكن بدون ضرر أبدا على الفئات ذو الدخل المحدود أبدا. لما صار تغيير سعر الصرف زادت طبعا إيرادات الدولة بالدينار، لكن جزء كبير من هذه الإيرادات وجه لدعم الطبقات أو الفئات الهشة في المجتمع، دعم الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، ودعم كل جهد وزارة الصحة في مكافحة هذه الجائحة. بقت أيضا بنود مهمة بالموازنة حافظنا عليها، خاصة الجانب الاستثماري، ورح يتكلم عنها الآن معالي وزير التخطيط. والجوانب الأخرى بالموازنة لما تقروها راح تشوفون بها مجال كبير لبناء القاعدة الأساسية للانطلاق الاقتصادي العراقي نحو الرفاه، نحو زيادة الدخل، نحو زيادة الصادرات. هذه الإصلاحات مثل ما لمحت سابقا ضرورية، كان مفروض أن تصير من قبل سنين، لكن الحكومات السابقة مع كل احترامي لهم ما أخذوا هذه الإجراءات الضرورية لغرض تغيير المحور الاقتصادي. احنا بدأنا في العمل بالورقة البيضاء. الورقة البيضاء هي وضعت الاستراتيجية العامة لعملية الإصلاح والتغيير، والموازنة هي أول خطوة وخطوة مهمة جدا في هذا الدرب. فإن شاء الله كل الحكومات اللائحة غيرها راح تتبنى، إذا تبنت هذا النهج، هذا المسار، الاقتصاد العراقي راح يكون أقوى وأفضل ويخدم شعبه أكثر بكثير ما كان سابقا. السلام عليكم.
سأتحدث عن الجانب الاستثماري في الموازنة. في هذه الموازنة تم إقرار عدم إدراج مشاريع جديدة حتى نوجه الأموال المتوفرة للمشاريع المستمرة، وفضلا عن مراجعة المشاريع المتوقفة التي توقفت في السنوات الماضية خصوصا في عام 2015 بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية إلى بعض المناطق. الحجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 تريليون للمحافظات والوزارات بشقيه الاستثماري وتنمية الأقاليم. القروض كانت أقل من القروض المقررة في الموازنات السابقة حتى الحكومة تضغط النفقات وتقلل الإنفاق، وحصرناه في مشاريع استثمارية مهمة. تضمنت الموازنة إدراج مشروع قطار بغداد المعلق وميناء الفاو الكبير، مشروع قناة البدعة الإروائية، ومشروع السماوة ماء السماوة، والكثير من المشاريع مستشفيات أيضا في الموصل وفي محافظات أخرى. مطار الموصل أيضا أدرج في هذه الموازنة، أي أن المشاريع هي مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية واضحة، وهذا أعتقد لم يكن ليأتي بسهولة، وإنما درست هذه الموازنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والجهات القطاعية والوزارات القطاعية في الدول العراقية أيضا. ركزنا في الموازنة على إعادة النظر في المشاريع المتوقفة الكثيرة بالحقيقة، والتي سيتم إعادة النظر بها والوصول إلى حلول لاستئنافها، أما عن طريق الاستثمار أو عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو إيجاد حلول أخرى جديدة كي تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين. يفترض وإن شاء الله في عام 21 سيتم إنجاز الكثير من المشاريع في المحافظات والمشاريع المنفذة من قبل الوزارات القطاعية لتقديم خدمة للمواطن العراقي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. سأتحدث عن الأمن الغذائي. حقيقة هناك كثير من ضعاف النفوس من يحاول أن استغلال هذه الحالة اللي سبقنا بها دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء، ولكن سنضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يستغل هذه الأزمة من خلال وزارة الداخلية بكافة مدياتها المتخصصة وإخواننا وزملائنا في جهاز الأمن الوطني. يجب أن يعلم ضعاف النفوس من يحاول استغلال السوق وضرب هذه الفئات. هناك المديرية العامة للجريمة المنظمة عندها 17 قانون تعمل عليه، أيضا مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، قانون حماية المستهلك المحلي وتنظيم التجارة رقم 1 لسنة 2010. وجهنا كل مفارزنا في كل المحافظات العراقية أن تقوم بحملة كبيرة جدا لضرب الفاسدين بيد من حديد، وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة. نطمئن أبناء شعبنا العراقي، كل من يحاول استغلال هذه الأزمة راح ينال جزاء العادل وفق القانون. الآن لدينا قوائم كثيرة بمن حاول استغلال الأزمة لهذه اليومين، ستنفذ إجراءات قاسية بحقهم، وسنقطع يد كل من يحاول أن يسيء إلى الشعب العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً بعد اجتماعات متواصلة وساعات طويلة لعدة أيام وحتى أحياناً ساعات متأخرة من الليل، تم الحمد لله توصل مجلس الوزراء اليوم إلى إقرار الموازنة العامة الاتحادية لهذا اليوم. هذه الموازنة التي قد يكون رافقها لغط كبير وكلام كثير، لكن الواقع في هذه الموازنة تشير إلى عكس ذلك تماماً إن شاء الله،
وحسب ما تصل وتعلن غدا إلى مجلس النواب أو خلال هذا الأسبوع. الاستقطاع موضوع، أتكلم بشكل مختصر عن موضوع الاستقطاعات بالرواتب زائد الحماية الاجتماعية وغيرها الطبقات الهشة والضعيفة باعتبار أني وزير عمل، وهي تهمني كثيرا الشرائح، وبالتأكيد ينتظرون من الحكومة التوضيح لمثل هكذا أمور. موضوع الرواتب طبعا ما يعني الحد 500,000 دينار سواء كان متقاعد أو موظف حكومي سوف لن يمس بشيء، ولا 1,000 دينار ولا أي مبلغ كان. الرئاسات الثلاث كان الاستقطاع بنسبة عالية اللي هي 40%، حتى الرئاسات ينطون القدوة الحسنة للشرائح الضعيفة. الوزراء والنواب كان نسبة الاستقطاع أيضا عالية 30% من مجموع رواتبهم، من مجموع الراتب وليس فقط المخصصات، من كل الراتب. هذه النسبة قياسا لأوضاع البلد تعد مقبولة نوعا ما. احنا نعرف بالتأكيد أي موظف ما يريد يستقطع من راتبه، لكن احنا شهدنا أزمات في الفترة الماضية الأشهر الماضية، الموظف 45 إلى 50 يوم لم يستلم راتبه، فأعتقد أن تخير الموظف بين أنه ما تستلم راتبك خلال شهر ونص أو شهرين أو تستلم راتبك باستقطاع هذه النسبة البسيطة، أعتقد كل موظف يقول نعم موافق بشرط أن يستمر بشكل منتظم. بالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحمد لله سواء كان دولة رئيس الوزراء أو حتى مجلس الوزراء السادة الوزراء جميعا متفهمين لوضع وزارة العمل، تم زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بشكل كبير، يعني قد يصل إلى يعني أكثر تقريبا للضعف أو أقل قليلا. هذه الزيادة ستستخدم في مواردها الصحيحة وفق القانون. أيضا أطمئن هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حقوقهم تم إجابتها تماما في هذه الموازنة، سواء كان حتى سيكون هناك أيضا شمول جديد لأعداد معقولة يعني وفق التخصيصات المقررة، إضافة إلى ضمان رواتبهم للشمول الجديد لعام 2020. هاي أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. بالتأكيد يعني البلد من يمر بهكذا ظروف محتاج إلى تضحية، سواء كان من الوزراء أو النواب أو الرئاسات أو الموظفين، كلا بنسبة استحقاقه وفق دخله الشهري، وإحنا مستعدين نكون أمامكم بالتضحية في هذا المجال، وكنا كذلك حسب نصوص الموازنة. إن شاء الله العراق بلد غني والعراق مو فقير، وهذه أزمة وسنعبرها جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله متفائلين بأن القادم أفضل. هذه أزمة وستزول بإذن الله. شكرا جزيلا. أنا بس أحب أوضح نقطة، هذه الموازنة هذه الموازنة تم عرضها على كل الكتل السياسية في نقاش، كانت هناك دعوة للكتل السياسية، حضرها السيد وزير المالية وحضرها السيد وزير التخطيط، وكان الجميع داعمين خطوة الحكومة برؤية هذه الموازنة الإصلاحية. نعم كانت هناك أزمة، ولكن كيف نحول فرص التحدي إلى قصص نجاح؟ أعتقد الآن إن شاء الله نبدأ بصناعة قصة نجاح. كذلك السيد وزير المالية وزير التخطيط، قعدنا أكثر مرة مع اللجنة المالية في البرلمان، وهناك تفهم ودعم لإجراءات الحكومة. نعم نسمع أصوات اجتهادات، ولكن بكل تأكيد أقول أنه شاركنا الجميع برؤية الحكومة في الموازنة وفي الورقة البيضاء. باليوم الأول الورقة البيضاء عرضناها على الكتل السياسية وتم نقاش بها، وتم الاستماع إلى وجهات نظر وأخذنا في البعض من عدها. كذلك في الموازنة استمعنا إلى وجهات نظر وأخذنا بها. أرجع أذكر بقصة واحدة، هذه الموازنة لم تمس الرواتب أبداً. الرواتب التي تمست هي رواتب الدرجات الخاصة والعليا فقط. ترى الطبقة الوسطى هناك مساهمة رمزية، أما الأغلبية فما رواتبهم حتكون مثل ما هي إن شاء الله. أرجع أذكر بقصة واحدة، اللي وقفوا ضد مشروع الإصلاح الآن، وين كانوا لما كانت الموازنات مالتنا انفجارية وسعر النفط 160 دولار؟ ليش ما طلعوا سووا مشروع واحد؟ أنا وقت أضحك أشوف مدارس قاعد نصلحها، يا بش وقت انبنت؟ حجر الأساس مالته موجود في عام 2009 و2008، ولحد اللحظة هي عبارة عن هياكل. إما جينا عن طريق وزارة التخطيط وحط مشاريع لاستمرار هذه المشاريع صارت أكو مشكلة.
أنا طمن الجميع من يتكلم عن الفساد ويتكلم عن اتهامات خلي يثبتها. أما الحديث أنا أطلع الفساد، لجنة الفساد ولجنة الجرائم الخاصة ما زالت تتعرض لضغوط لإيقاف عملها، سوف لن نوقف عمل هذه اللجنة، أطمئنه سوف نستمر في محاربة الفاسدين، وأنت التحقيقات تخلص حتى أراويكم حجم الهدر بالمال اللي تم هدره تحت عناوين معينة. أطمئنكم أخواني، أشكركم، أقولكم بكل تأكيد سوف نتعاون جميعاً، راح تكون هناك علاقة بين الشعب والحكومة لتأسيس علاقة جديدة. أشكركم جزيل الشكر، أتمنى لكم كل توفيق لكم وعوائلكم، وأذكر بالكمامة أخوان، مهم جداً، عندنا مرحلة وعندنا هجمة جديدة من هذا الوباء إن شاء الله، الله يخلصنا من عنده ويخلصنا الثانية. شكراً جزيلاً.